جلال العياري مدير مدرسة حي النجاح الدامجة بمنزل بورقيبة. احنا دخلنا في منظومة الإدماج من وقت اللي وضعته الدولة، تبقى ما كانش أمور ماشية كما يلزم لحد ما عملنا شراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة، وكانت العملية انطلقت أن حسسنا الأولياء، حسسنا أولياء التلاميذ هذوما، ثم حسسنا الأولياء الآخرين اللي كانوا يرفضوا أن ولدهم يقرأ مع طفل في وضعية إعاقة. شركنا الأطراف الكل بما في ذلك الإدارة نتاعنا، المندوبية الجهوية للتربية، مندوبية الصحة، الشؤون الاجتماعية، لسبيسياليستك لزيغوك العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الطبيعي، الكل شركناهم، المنطقين والكل، وانطلقنا في مشروعنا ابتداء بتكوين المعلمين اللي هما كانوا ما عندهمش حتى دراية، ما عندهمش حتى أدوات للتعامل مع هكذا أطفال في وضعية إعاقة. أمنا السويسي اللي عندها روتار مونتال، عمر ذهني 4 سنوات لكن عمرها هي البيولوجي 7 سنوات، عندها معناها كثيرة الحركة رغم أنها عندها إعاقة أخرى عضوية معناها في ساقها وفي يدها. سي جليل قال يلزمها تكون تلميذة مدمج، معناتها القسم اللي تقرأ فيه أقل نمبر من الأقسام الأخرين، المعلم لاهي بها وعندها سويع تاع المدرسة، معناتها عندها 3 ساعتين، معناتها معلمة أخرى تقري فيها، معناتها لاهي بها هي وحدها. خذيتها من عام ناول، بدينا عملنا المشروع مع بعضنا أنا والمعلم اللي باشر فيها مع أصحابها، مع المدير، مع جانا زاد الطبيب النفساني، شفنا الاحتياجات نتاعها، جانا زاد الوالي. السنة الأولى اللي قراتها هي ماهيش مدمجة، كأني ما قراتش، رغم الأنيسة معناتها المعلمة اللي قراتها ماهيش معناتها دنيا معاه، اكتشفت عندها المرض وتلهت بها. المدرسة هي اللي أعطتها بعد آخر في حياتها، خرجتها من القوقعة اللي كانت عايشتها. تقول تحب المدرسة أول حاجة، معناتها تحب المعلم، الخاطر المعلم معناتها تحب المعلم، معناتها تعلقت بالمعلم وتعلقت بزملائها، ولت معناتها مندمجه مع زملائها برشا، ما عادش معناتها كي قبل خاطر ولت تحس المعلم معناتها عطاها اهميتها في القسم. تعلمنا الالوان، خدمتنا المدرسه برشا في الالوان خاطر ديجا تزينت وكل. تعدينا مرحله الالوان، دخلنا في الحروف شويه حروف، شويه الرياضيات زدنا نخدم معاها شويه حساب. حتى سنة معناها كي دخلت سنة ثانية ديجا تو كنت نحكي مع معلمتها لاباس، العد مثلا وصلنا من 1 لـ9 ما عادش هذاك باش نرجعوا له، تو باش نقدموا مرحلة أخرى، باش نعملوا مع بعضنا المشروع الإفرادي إن شاء الله، باش نشوفوا وين نجموا نوصلوها آمنة من هنا معناها البريود معينة. وأنت تجي معناتها كي نهار نقول مثلا تبدا حتى مريضة نقول لهم تمشيش تقري، تقول لي لا نمشي نقرا كيكس ولي كونديسيون، كي نشوف على معناتها قبل ونشوف تو تقدمها نفرح برفان كي نعنقها ونبدا نبكي خاطر بنتي يعني كيفاش باش نوصفها لك. خاطر عندي صحابي يقروا في المدرسة، غفران ومروة وهذيك صاح الديك وفوق السور كوكو كوكو بان النور، اسهوا يا أطفال زا الصبح بالإقبال. Thank you.